بالرغم من زيارات المسؤولين ووعود البعض منهم، إلا أن سكان ولاد بونوة بكاب جنات امتعضوا من حالهم ومآل مدينتهم الساحلية الساحرة التي استوطنها الوسخ وعزلتها عن العالم الخارجي انعدام الطرقات. احنا كيجي الصيف ماما من الصيف اللي نصوروا واش ناكلوا في الشتاء. احنا في الصيف ما كاين والو، يجي السايح يخسر، كيجي في لابلاج كيفاش داير يعاود يهرب. وعندنا لابلاج ميور بلاج من جهه الناحيه الطبيعيه، من جهه ربي واش عاطينا، مي من جهه البشر واش دايرين فيها. البلاصه هذه مهمشه بزاف لاقصى درجه، يعني كون تصور وتشوف واش كاين في ولاد بونوة اي واحد ينبو ضميره، اي واحد الحجره كيما يقولوا تبكي. خاوتي حبينا نخدموا الزيكو هذا، راه اللي كنا الناموس الفوحه يعاوزنا العباد منا يا كاع ولاو يروحوا ما عادوش يجوا لنا يبحروا، ماذا بينا تخدموا لنا الزيكو هذا. عملية التطهير تاع المنطقة تاع الساحل كامل تاع الولاية هي عملية قطاعية كبيرة جدا، فيها محطات وفيها شبكات، فيها أولا شبكات تاع جميع القرى والمداشر والتجمعات السكانية اللي على الشريط الساحلي، وكاين محطات معها. هذه العملية عندها بزاف من اللي انطلقت، ولكن عرفت مشاكل ميدانية كبيرة. علاه؟ اعتراضات تاع عمالين الأرض، كاين بناءات فوضوية. القطاع الميت سريريا بحسب المواطنين يمكن أن يفك العزلة وينعش حياة الألاف لو أعيد له الاعتبار أو طبقت عليه قرارات وزارة الصحة الموجهة له سابقا. عندنا قاعة علاج هذه يقدر يداوي فيها 5000 شخص. كي نقول لك 5000 شخص نديروا 2500 ولاد بونوة و2500 عبد الوالد، صافي 5000. قال لك ما عندناش طبيب، عطاو له. أنا بعثوا لنا رئيس بلدية، بعث لنا باللي قال لك يخدم الحد والخميس، هكذا خدم سمانه لحد الخميس، زاد خدم سمانه لحد الخميس، من بعد ولا يجي غير خطره في السمانه. راك عارف باللي رانا نمروا في ظرف، حتى بعض المصالح الطبيه رانا خصصناها للوقايه ومحاربه الوباء. الاطباء كل راهم موبيليزي، راك عارفها. معليش، مي احنا كي نجيو نخدموا معاكم في الشفافيه، تشوف بعينك اللي كاينه واللي ما كاش نقول لك ما كاش درك، ها وقتاش نديروها. دونك نعاودوا نتلاقاو ونديروا تقييم تاع من نهار اللي جيتوا لحد الان واش كاين واش ما كاش. تتعاظم النقائص وتكبر، ولكن بالاراده يقضى عليها مع الزمن. لكن الاهتمام الامثل يجب ان يكون بالصحه، لانها التاج الحقيقي لسكان هذه القرى والمداشر.